مقرمش ولديد بالخلطه الرهيبه وبكميه جد قليله من الزيت، غتاكليه حدا المقله. اللي عشاق الباذنجان هذه هي الوصفه اللي غادي تفرحك. ونسي عليك الطريقه العاديه، لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده الله يجازيكم بخير، ما تنساوناش من لي لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشترك الجدد اللي اول مره كينضموا القناه يعجبهم اكيد المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بالابتلاء ونقولوا بسم الله. واول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا الدنجال او الباذنجان، وهذا هو وقته وكنتناولوه بزاف بزاف فصل الصيف، وبزاف الناس كيبغيوه وكيعشقوه مقلي وكيتجنبوه بحيث كيشرب الزيت. هذه الوصفه ما غاديش تخليه يشرب الزيت نهائيا، وبواحد الخلطه غتولي عندك معتمده في قلي الباذنجان. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا واحد الكميه الباذنجان، وانتم الكميه انتم اللي كتختاروها شحال الكميه بغيتوا ديال الدنجال. عندي هنايا تقريبا تقريبا واحد 500 غرام اي نص كيلو ديال الدنجال كيف ما كتشاهدوا معايا، والحبات كيكونوا متوسطين اللي كنقشرهم على هذه الطريقه هذه، يعني كنحيد غير نص ديال القشره، وانتم ممكن تخليوه بالقشره ديالو كامل كما هو. ثم كنرجع نقطعوا دوائر اللي يكونوا على هذا القطر هذا او هذا السمك هذا، ما يكونوش رقاقين بزاف شفافين وما يكونوش عاود غلط باش ما يشدوش لينا طياب اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقطعوا انا الدوائر، غادي نكمل الكميه كلها هي ديال الدنجال اللي عندي، كنقطعوا بدوائر اللي يكونوا متساويه، ماشي وحده رقيقه وحده غليظه، يكونوا من الاحسن الكميه كلها هي نقطعوا على حجم متساوي. من بعد ما كنقطعوا مباشره كنكون مهيئه واحد البول، واحد الاناء اللي يكون غارق اللي كبيت فيه الماء من الصنبور، وضفت ليه واحد معلقه صغيره مملوءه جيدا من الملح، وانتم الملح على حسب الكميه ديال الباذنجان اللي عندكم. وانا غنصحكم غير ضعفوا الكميه لانه كيجي لذيذ وخطير ومقرمش في نفس الوقت. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نوضع داك الكميه كلها هي ديال الدنجال اللي قطعت في هذا البول اللي فيه الماء والملحه، وكنحاول نغطسهم رغم ان الدنجال ملي كنديروه في الماء كيطلع للسطح باش ما يبقاش لينا هاد الدنجال يعني في سطح الماء، يعني شي ما درناه درنا داك الماء والملحه بحال اللي شي ما درناه، كناخذ واحد الطبيسي اللي يكون ثقيل زجاجي او اي انيه اللي تكون ثقيله، وكنحاول نضغط عليه باش يبقى داك الدنجال ديالي في اسفل قاع ديال الماء. كنوضع هاد البول ديالي اللي فيه الدنجال وفيه الماء اللي ضفت له شويه ديال الملح، كنوضعو جانبا ونخليه على جنب بيد ما نحضر الخلطه ديالي الخطيره. كيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا واحد القريعه اللي تكون كتسد، او واحد العلبه اللي او طاسه اللي تكون كتسد فيها القطايه، او ممكن نخدموا حتى بزليفه ونحركوا، ولكن بهذه القريعه كتسهل عليا مزج المكونات ما كيجينيش فيهم تكتلات. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير، وربع معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. عندي هنايا معلقه صغيره مملوءه جيدا ديال الكمون او الكمون، الكمون غير نكثروا منه كيعطي واحد اللذه رائعه جدا لهاد التتبيله او لهاد الخلطه ديالنا. عندي معلقه صغيره كذلك من التحميره اي الباربيكيا، وعندي هنايا انايا الثوم جاهز، الثوم اللي كنت سبق ليا وحضرته معكم، وراه سالت ليا القرعه الاولى وعاودت الثانيه وهذه الثالثه. كيف ما كتشاهدوا معايا كيبقى اللون ديالو كما هو، غير نبغيو نطحنوه نطحنوا هاد الثوم نطحنوه مع شويه ديال الملحه او معلقه ديال الخل الابيض، وغنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الثوم جاهز او واجد، غادي يديروا جوج فصوص ديال الثوم اللي غيقشرهم ويحكم في الحكاكه الرقيقه. وعندي كذلك هذا الربيع قزبر معدنوس، كذلك سبق ليا وحضرته معكم وغنخلي لكم في رابط صندوق الوصف. واللي ما عندوش موجود هذا القزبر معدنوس كيكون عندي موجود، اللي ما عندوش غادي يدير يقصص الربيع قزبر معدنوس ثمن واحد المعلقه كبيره ديال الربيع، ويضيفوا لهاد المكونات والملح حسب الذوق. ضفت هنايا شويه ديال الملح، عندي كاس ديال الماء من كاس عبار ديال العنبه، وانتم غتعتمدوا الماء على حسب الدقيق وعلى حسب الكميه ديال الدنجال اللي عندكم. انا عندي نص كيلو ديال الدنجال كفاتني فيه هذه الخلطه بالتمام والكمال. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا الخماره ديال الحلويات، غندير غير ربع معلقه
صغيره، غتقولوا لي واش نديروها او ما نديروهاش، لكم الاختيار. هي الخماره كتعطينا داك الدقيق ديالنا اللي ضفناه لهاد المكونات او هاد الخلطه، كتعطينا ليه واحد الهشاشه كاننا دايرين البيض في هاد الخلطه. اللي غيتناول الدنجال ما غيصدقش نهائيا واش الخلطه فيها الدقيق، ما كيبانش نهائيا المذاق ديالو واش داك الخلطه ملي كيتقلى واش فيه الدقيق، تيبان تماما بحال البيض. لهذا كندير ربع معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. كيف ما شاهدتوا معايا كنسد داك القريعه ديالي وكنحرك مزيان مزيان، غادي نشوف واش غادي ممكن ليا نزيد الماء او غادي نزيد الدقيق. انا عندي هنا غنزيد واحد شويه ديال الماء حتى نحصل على واحد القوام اللي غادي تشاهدوا معايا في الاخر، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، يعني القوام كي تقريبا كيشبه الكيك او القوام ديال البغرير، ما يكونش خفيف بزاف باش ملي نتبلو الباذنجان في هذه الخلطه غادي يسيح منا، ولا درنا عاود ثقيل بزاف غادي يجي ملي نقليو غادي يجي داك الدنجاله مخبيه وسط هاد الخلطه بزاف بزاف. نديروه ما بين وبين وانتم بقاو معايا باش تشوفوا القوام ديال الخلطه كيفاش خصني نحصل عليه. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد القرعه كتنفع بزاف، يعني فهاد الخلطه كنبقى نحرك خاطري كيف ما بغيت باش داك الدقيق ما يتكتلش ليا، كذلك داك المكونات كيتمزجوا بكل سهوله وبواحد السرعه. كيف ما كتشاهدوا معايا هادي هي الخلطه وهذا هو القوام اللي كنحصل عليه. بالنسبه لهاد المقادير كيف ما قلت لكم وهاد المكونات غادي يكفيوني نص كيلو ديال الدنجال. الا ضاعفتوا الكميه ديال الدنجال غتضاعفوا الكميه ديال الخلطه اكيد، وهذا هو القوام اللي كنحصل عليه. بعد ما حضرت الخلطه ديالي كنرجع للدنجال ديالي اللي درته في الماء، يعني كنديرو في الماء والملح بيد ما نوجد الخلطه. بداك جوج دقائق او ثلاثه دقائق ملي كنحضر الخلطه كنرجع للدنجال ديالي كنصفيه مزيان مزيان من الماء، ثم كناخذ واحد المنديل او واحد الزيف او الورق النشف ديال المطبخ. انا درت هنايا غير منديل ديال المطبخ وسرحت فيه او استفت فيه هاد الباذنجان، وكندير عاوتاني منديل اخر وكنبقى نضغط بيديا باش ما نضيعش الوقت، وبقى نضغط على وحده بوحده باش نشرب من هذاك الماء الزائد. كنجيب هنا الدلك، هذه كفكره ديال سكينه السوريه، كنجيب المدلك وكنبقى ندوز عليه بالمدلك باش كيخرج داك الماء كامل، يعني الدور ديال الماء والملحه يعني هو كنخليوش هاد الدنجال ديالنا يشرب لينا الزيت نهائيا. وكذلك ملي كنديروا هاد الخلطه في الدقيق، داك الدقيق هو اللي تيقوم بالعمليه ديال عدم تسريب الزيت للباذنجان نهائيا، يعني كيجينا هاد الدنجال ديالنا ملبي رائع جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كان بعد ما نشفت الباذنجان ديالي كندوزو فداك الخلطه، الكميه اللي غنقلي داك الساعات هي اللي كندوزها في الخلطه، وكنجيب هنايا المقله ديالي اللي شعلت عليها من قبل خليتها تسخنات مزيان مزيان، وكنضيف ليها هنايا تقريبا ما بين ربع حتى نص كاس ديال الزيت من عبر كاس ديال العنبه. درت انا ربع ويعني ما بين ربع ونص، ماشي نص كاس وماشي ربع، فايت الربع واحد شويه ديال الزيت النباتيه اللي كنديرو حتى يسخن مزيان مزيان. ضروري هاد المرحله نديرو الزيت ديالنا سخن مزيان مزيان، حتى هي كتلعب واحد الدور كبير باش ما يشربش لينا هاد الباذنجان الزيت. الا كان الزيت بارده اكيد كونوا متاكدين واخا نديرو هاد الخلطه غادي تشرب لينا الزيت، لهذا الزيت خصها تكون ساخنه جدا باش عاد نبداو نقليو الباذنجان ديالنا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنستف هنايا انا هاد الباذنجان اللي دوزته في الخلطه، يعني كندوز في الخلطه في الاول غير الكميه اللي غنقلي داك الساعات. عندكم مقله كبيره غادي ديروا تقسموا داك نص كيلو على جوج او على ثلاثه ديال المراحل، انا عندي المقله على قد الحال، يعني ما كبيره ما صغيره. وحتى الدوائر ديال الدنجال يعني اختاريت الدنجال ما يكونش داك الكبير وما يكونش داك الصغير، يعني الدنجال المتوسط كيجيوني دوائر ديال الباذنجان يعني في المستوى. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كتقلى ليا الجهه الاولى وكنقلبوا الجهه الثانيه كنحصل على هذا اللون الذهبي الرائع جدا، والقرمشه ما نقول لكمش يا سلام، كيبقى مقرمش لمده اطول، يعني غير على العاده الباذنجان اللي كنقليوه في العاده من الاول ديالو ما كيكونش مقرمش لانه تيكون امتص كاع داك الزيوتات اللي كنديرو في المقله. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا بالمرحله اللي درنا ديال الماء والملحه، والمرحله باش صفيناه من الماء مزيان مزيان، وكذلك هذه الخلطه اللي كيجي بها لذيذ وكتنفعنا بزاف بزاف باش ما كيشربش لينا الزيت نهائيا. يعني انا المقله راه كتميل ليا مره مره، داك الجمر ديال الفورنو ديالي مره مره كيميل، وكنبقى نحاول نميل هاد المقله، مره كيهبط ليا الزيت لهاد الجهه مره كيمشي لهاد الجهه. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نساوي الزيت باش يكون في جهه وحده. كيف ما كتشاهدوا معايا قليت الكميه الاولى المرحله الاولى، ودابا الكميه الثانيه كذلك تنقليها، والنار تكون مجهده، كنأكد على النار تكون مجهده
ما تنقصوش منها نهائيا في مرحله القليان. الا نقصوا منها غادي داك الدجاج غادي يشرب لكم الزيت رغم درنا الخلطه، والنتيجه ها هي قدامكم كيف ما سمعتوا القرمشه بودنيكم وكتشوفوا النتيجه بعينيكم. ما عليك الا سيداتي تنوضي تجربيه وتردي عليا الخبر في التعليق. كيجي مقرمش ولذيذ وكذلك طايب معلك من الداخل وما شاربش الزيت نهائيا. لعشاق الباذنجان هذه هي الوصفه اللي غادي تفرحك، ونساي عليك الطريقه العاديه. مقرمش ولذيذ بالخلطه الرهيبه وبكميه جد قليله من الزيت، غتاكليه حدا المقله والله يسهل عليكم. وليت نحشم نقولها لكم، ما تنساوناش من اللايكات ديالكم باش تشجعوني نعطي احسن ما عندي، وبالتعليق ديالكم اكيد البناءه. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.